وفرصه الجول جول الاول لبرشلونه، هو الجول الاول لبرشلونه، هو الكواخي، هو الاكس خوكاتور اللاعب السابق لفالنسيا ينجح في تدوين الهدف للبارسا هنا بملعب الميندي سرسا. قبل لحظات كنت اتحدث عن سجل دافيد فيا وعن القاب دافيد فيا مع فالنسيا ومع البارسا، ياتي بالخبر السعيد يا انصار البلاوكرانا، شاهدوا الاستقبال، يا سلام على التسديده، زيد متعني يا مخرج المباراه، زيد متعني بجماليه هدف الكواخي دافيد فيا. يا سلام يا انيستا، هو مهندس العمليه، هو ضابط ايقاع البلاوكرانا من خلال كرات في العمق ومتابعه مثاليه من دافيد فيا بهذه الطريقه. السنة أول مباراة مع البارسا كانت ضد نادي سبتة، نعم، في مسابقة الكوبا ديل ري، والثاني قريب، الثاني قريب بعد التعاون الدفاعي. يا سلام يا سلام يا إنيستا، هذا هو المبدع إنيستا بطريقة المبدع، نعم إنيستا، يفاجئ الدفاع ويفاجئ الحارس أورتسي. يا سلام على شمالية الهدف، منذ زمان يا إنيستا لم تمتعني بهذه الطريقة بهذا الهدف ولا أروع في مرمى ديبورتيفو ألافيس. أعطينا يا مخرج المباراة الإعادة لنستمتع مع الجمهور الذي يتابع هذه المباراة لهدف إنيستا، أفضل لاعب بشهادة الويفا وكذلك من المرشحين للكرة الذهبية. مدحك كثيرا في سانتي ديل بوسكي وقال بأنك تستحق الكرة الذهبية، ومدحك كثيرا خريستو ستوشكوف. هذه اللقطة، هذه الكرة، هذا هو الهدف الأجمل يا إنيستا منذ زمن، منذ زمن يا إنيستا بطريقة الكبار، بهدوء وببرودة الأعصاب، هنا ينجح في تدوين الهدف الثاني لنادي برشلونة. ربما التفكير في حمل قميص فريق يزاول في الدوري الدرجة الأولى، هذه ميزة مواجهة الفرق الكبرى كما هو الحال بالنسبة لأورتسي. يا فابريغاس، عودت على الأهداف في الليغا الإسبانية، سجلت الرباعية في مشوارك في الليغا الإسبانية، واليوم حان الموعد لتدون أهدافك في الكوبا ديل ري. هو الأول أمام ديبورتيفو ألافيس، هذه صعبة يا أورتسي، أمامك لاعب كبير وفابريغاس بالرأس وبكل هدوء وتركيز يضع الكرة في شباك مرمى ديبورتيفو ألافيس. 3-0، الخاتمة السعيدة للبارسا. شاهدوا بناء الهجمة، داني في المساندة، كرة عرضية استغل الفراغ والتهاون، وفابريغاس على مستوى القائمة الثاني يضع بكل هدوء بعيد عن الرقابة. في مثل هذه المناسبات لا يرحم فابريغاس، نعم لم يرحم أورتسي، ويضع في شباك مرمى ديبورتيفو ألافيس. هذه الفرحة لفابريغاس.